اوه حاطين برنامج طبخ مع اسامة اطيب. اه الشيف اسامة بيعمل طبخات كتير حلوة، بس انا لو بداله ما بعرف اعمل ولا شيء. هلا اكلاته كتير صعبين ووصفات اصعب، بس انا كل يوم بكتب بحضره وبكتب الوصفات على ورقه وبروح بجرب بالمطبخ بس ما بيزبط معي شيء. انا كمان نفس الشيء، دائما بحضر كل يوم بروح بجرب بخبص بخبص ما بيطلع شيء. خليني اشوف مين على الباب. برنامج طبخ للشيف أسامة بيعمل وصفات كتير صعبة ما بنقدر نعملها. هي وايد معقدة ما عارف اسويها. وصفاته كلها أسرار بأسرع. بس لا بتعرفي يمكن نحن اللي بنحط المقادير غلط أو لما ننقلها بننسى شغلة. مثلا أنا لما أحط شغلات المقادير ما بقدرها قد إيه يمكن. يمكن هيك مشان هيك ما بتطلع معنا نفسها. خلص بلاش طبخ. خلص طبخ. أفوت التلفزيون ليه؟ السلام عليكم. مش عايزين تطبخوا ولا تتفرجوا حتى؟ لا ليه؟ لا ليه؟ صعب. ايه اللي صعب فيه؟ انتوا طبختوا وتتفرجوا؟ انتوا طبختوا حاجة؟ ايه الصعب اللي فيه؟ صعب وين في أشياء؟ أنا الرز معي بينحرق، ما بيزبط معي كل مرة. أنا نفسي أعمل خلطة معكرونة البشاميل لأنها ما بتزبط معي. وأبى أعرف كيف أسوي المعجنات. أنا الدياي عندي يطلع دايما ناشف يوم ما. مشوي ولا مقلي ولا مشوي؟ المشوي بيطلع ناشف؟ وانا بحب اعمل الكبه اللبنيه بس اللبن ما بيطلع كتير سميك معي وهو لازم يطلع سميك صح. لكن الكبه الاول طلعت مظبوطه؟ ما عنديش مشكله في الكبه. لا عادي. انا الصراحه عايز اعرف كل حاجه. كل حاجه كل اللي قالوه دوت وزياده. طب ايه رايكم بقى ونعزمكم في يوم ونعزمكم على كل الحاجات اللي هتعملها دي ان شاء الله. خلاص نعمل برنامج نسميه سنه اولى مطبخ، بس مش عارف بقى يكون اولى حضانه ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي ولا جامعه ولا اولى ماستر ولا اولى دكتوراه. خلاص نبقى نعمل سنه اولى مطبخ. يبقى دلوقتي لو احنا بنجيب سكاكين، احنا جينا هنا محل سكاكين ليه ما جبناهمش من سوبر ماركت؟ انت اللي تقولي ليه. طيب انا هقول لك ليه. لان محلات السوبر ماركت هي بتبيع كل حاجه خلاص، والسكاكين انت مش هتجيبي حاجه يعني ليوم ولا يومين ولا شهر، مش متخصصين فيها. فهنا محل سكاكين فيه سكاكين كتيره، لكن انت لو جيتي بقى تشتري ايه؟ حسب انا يعني لو انا لو اختار من غير نصيحه انا اختار حسب الشكل. حسب الشكل يعني تكون لونها حلو وشكلها كويس. شكلها كويس. طب خلينا مبدئيا نقول مثلا دي شكلها حلو كلها ماشيه مع بعض لونها كويس بس شكلها تقيل. شكلها تقيل. طيب وكده كده كمان دي معدن يعني مش هتقدر تمسكيها جامد، يبقى دي ايه تتحط على جنب. طيب ايه تاني بعد الشكل؟ ايه اللي ممكن تختاري بيه؟ استعمال. الاستعمال ايه؟ انت عايزه تستعملي السكينه في ايه؟ الحاجات البسيطه يعني اقطع البصل اقشر خضار مثلا. اوكي يعني ما اعتقدش هحتاج حاجه كده. اوكي يبقى في الاول احنا نشيل الحاجات اللي احنا مش عايزينها، سطور حاجه زي كده فعلا انت مش هتكسري عظم مش هتعملي دلوقتي فمش هنحتاج ده دلوقتي. لتقطيع البصل تفتكري دي تقدري تقطعي بيها بصل؟ امسكيها كده جربي. طب وليه دي ومش دي؟ يعني طب يبقى ديت بلاش. انت بتقولي ده دي كويس، انت امسكيها كده حاسه بايه فيه؟ دي اخف. دي اخف تقدري تقطعي بيها؟ تقدري تقشري بيها خضار ولا ما اعرفش؟ طب في الحاله ديت ايه نقول ديت؟ يبقى ديت اختيار من الاختيارات. انت محتاجه اي حاجه من دول وتعرفي دول ايه؟ دول ايه يعني ديت السكينه المشرشره تبقى يا اما الخبز العيش يا اما كيكه. انت تعملي معجنات في الاول ولا مش محتاجه ده الاول؟ يمكن بس مش حاجة أساسية. خلاص يبقى نخليها كده إيه في النص نص، يعني دول اللي احنا بنستبعدهم خالص ودول اللي احنا بنقول عليهم هنخليهم ونشوف هنقرر ناخدهم ولا لأ. أنتِ قلتي ديت وأنا بقترح إن يكون الإيد تكون سهلة في المسكة، ما تكونش حاجة معدن عشان هنا بتعرقي أو فيها مية ممكن تتزحلق وما يكونش شكلها كويس، وأنتِ قلتي دي تقيلة فهنستبعد دي كمان. طب
دي ايه الفرق بين دي والكبيره؟ هو بس الحجم. هي دي مشرشره ودي مشرشره. دي ممكن تكون عشان برضو الخبز ممكن في تماس بتستعمل الطماطم، عارفه حاجات اللي هي قشره بتبقى قشره جامده بيستعملوا حاجه زي كده، دي بتكون بالنسبه لهم اسرع. بس مش برضو مش متهيألي انك انت محتاجاها في الاول. ونرجع بقى لموضوع السكين، دي المقشره لو انت عايز تقشري بتختاري ما بين الاثنين، يعني عايز تقشري طماطم تقشري تفاح تقشري كمثرى، ممكن واحده ما بين الاثنين دول خلاص. وبالنسبه لدول دي اتفضل. هو ايه الفرق يعني من الحته اللي على جوه والكامله؟ هي دي كده اهو، يعني انت لو بصيتي لدي دي لو انت عايزه تخلي فراخ بتجيبي يعني ايه يعني تشيل العظم منها، انت هتعملي الفراخ دلوقتي هتخلي الفراخ، وكمان هي من هنا شايفه لما بتضغط كده طريه هنا دي جامده، يعني لما بضغط هنا دي ما بتتنيش، دي بتتني على اساس ان انا لما باجي امشيها حوالين العظم بتمشي. فمش متهيألي هنحتاج دي دلوقتي، يعني ممكن دي بعدين في المستقبل نبقى نجيب واحده من دول. يبقى انا شايفين ديت مثلا مهمه، وبعدين لو انا هبقى معاكي انا هحتاج دي وهخليكي تتدربي عليها عشان بعدين تجيبيها خلاص. لكن اللي انت بقى نرجع لموضوع السوبر ماركت ونتكلم عنها بعد ما نقرر كمان ان في حاجه مهمه جدا، المقص. المفروض تشتري مقص من محل سكاكين برضو. ايه الفرق بين المقص ده والمقص العادي؟ اوكي، المقص دوت اصلا عشان الاكل، يعني هيكون حامي هيكون مسنون كويس، ده ممكن اقطع بيه عظم فرخه بدل ما اكسره بالسطور اللي انت قلت عليه، ممكن اقطع بيه بعظم فرخه، دي حاجه سهله تنظيفه. ممكن اقطع بيه اعشاب، بصل اخضر، بقدونس، ممكن اقطع بالحاجات دي، يعني دي ممكن حاجه من الحاجات المهمه. يبقى ممكن المقص من الحاجات المهمه. يبقى جبنا دول اساسيات ونبتدي بيهم. اوكي، وابعدي بقى عن السوبر ماركت، يعني السوبر ماركت الحاجات اللي هي ديت مثلا انت بتستثمري، يعني هنا بتشتريها من محل سكاكين غاليه شويه لكن هتفضل معاكي لمده طويله. ديت هتجيبيها اولا هتبقى مش حاميه، لو السكينه حاميه حتى لو اتعورتي ما تقلمكيش قوي، والايد الخشب اللي هي ممكن يدخل فيها بكتيريا وتبقى ديت مضره وكده، ديت برضو تبعدي عنها خلاص. يبقى ده السبب ان احنا مش هنروح سوبر ماركت وهنجيب من سكاكين. وهنا عاملين لك هنا طريقه ظريفه، ممكن تبتدي انت تدربي ازاي تستعملي السكين، ممكن تبتدي لغايه لما ايه اجيب لك بصلايه احطها هنا بالظبط، وممكن تعمليها اسرع. اوكي، ثانيه واحده عشان ايدك، احنا اتكلمنا على السكاكين هناك وقلنا نتدرب، انت شفتي السكينه كانت كبيره وانت اخترتي قلت تختاري الصغيرين. خلينا نتكلم على ايه السكاكين. انت دلوقتي جبت السكينه وعايزه تسنيها، في المسن ده تملي اللي انا بتشوفيني بستعمله خلاص، ده بستعمله كده. لكن عشان لسه ما اتكلمناش انا بستعمل السكينه ازاي، خليك انت في المسن ده، في نوع هنا اهو امن واضمن، امسكيها بصي عاملين لك السهم حتى تحطيها كده وتمشي بيه. جربي كده سني. اوكي، دي حاجه. ده بالنسبه للسكينه. بعد ما سنيناها القطاعه اللي بنقطع عليها في كذا نوع، يعني في عندنا القطاعات بلاستيك، وزي ما انت شايفه هنا فيها دي مرسوم عليها ايه؟ سمكه. برافو. دي لحمه ودي اكل مطبوخ، يعني الدخان اللي طالع ده اكل مطبوخ، واللي عليها جزر يعني خضار. يبقى كل لون لنوع معين، يبقى ديت اكل مطبوخ وبنختار اللي احنا بنختاره. بس حاجه برضو للامان ان انا لما باجي استعملها بحط ايه؟ بجيب ورقه، بحط ورقه هنا اهو، وببلها على اساس ما تتحركش، يعني دي تملي مهمه جدا انك انت لما تيجي تعملي حاجه زي كده تثبت. بالظبط، تثبتيها. شويه ميه صغيرين بحطها هنا وبحطها تحت القطاعه، يعني بحطها كده وبجيبها تحت القطاعه. طب دي يعني شفتي كده مش هتتحرك. والقطاعه اللي استعملتها في منها الخشب وفي قطاعات ثانيه زي السكاكين، في هنا المخارط، يعني ديت ممكن تعملي ملوخيه. بالظبط، ممكن بقدونس ولا حاجات كده خلاص. خلاص، يبقى دلوقتي ايه نرجع لموضوع البصل بتاعنا. خلينا نتكلم على البصل، هنقشر البصل. تحبي تقشري بصل؟ خدي واحده. انهي بصله تمسكيها تحبي تعمليها؟ اوكي، نمسك بصله. ممكن للتقشير ناخد الصغيره، يلا نقشرها كده، بس الحته الصغيره اللي فوق مش كلها. وبعدين من هنا بالجنب عشان نشيل بس كام رايق، بس خليكي حذره، خلي تملي السكينه بعيد عن ايدك، يعني ممكن تعمليها كده وتثبتيها. اوكي، ومن ايدك تمسكي تبتدي بقى تشيلي قشره قشره. بالظبط، تشيلي القشره الاولانيه
تشيل القشره الثانيه وبشيل كام طبقه بالظبط لغايه لما نوصل احنا نحس انها بصل مش قشره. فاكره واحنا بنشتري البصل هنتكلم في الموضوع دوت وهنقول على كل حاجات احنا محتاجينها. يعني ابتديت تعيطي ولسه ما عملناش حاجه. نقطع دي حلقات. بصي دي هتكون صعبه شويه عشان تقطعيها حلقات تدوري على الحته اللي فيها قاعده انها تثبت يعني ما تبقاش مدوره وتتحرك. وتملي خلي صوابع الجايب. ايوه واعملي حلقه واحده اوكي انزلي بيها كده ادي طرمش. اعملي واحد تاني بس على مهلك خلي صوابعك تملي كده اهو. ايوه بتتزحلق بتتزحلق. طيب نمسكها من الناحيه دي ونشوف ما تتزحلقش ازاي. شايفه دي ممكن تكون اثبت شويه. جربي هنا كده يعني جربي ان ما تكونش الدايره لتحت وتملي صوابعك جيد. ايوه بس خلينا نعمل ايه نوع تاني نزق دوت ونعمل النوع اللي انت كنت بتعمليه دوت اللي هو اسمه زي فكره اللي هو الجوليان. خلاص بقطع البصله نص والنص بقطعها يا اما كده اوكي يبقى انت ايوه اقطعي ماشي اوكي وبعدين حطيهم جنب بعض فوق بعض ممكن فوق بعض وبعدين قطعيهم صغير ماشي معلش انا ما عيطتش ليه اشمعنى انا ما عيطتش اوكي حساسه انت حساسه طيب معلش انا مش حساس يبقى كده تقطيع البصل ممكن بقى نعمل البصل ايه ده حاجات كتير احنا عندنا هنا البصل اللي هو عرفنا الجوانح ازاي قطعنا الجوليان وانواع البصل في مره ثانيه هنتكلم عليها خلاص لكن تعالي نطبخ بيه ونشوف ممكن نطبخ بيه خلاص كملي تقطيع يلا جربي اتدرب انا جبت اراضي جبت مثلث ليه وده مجمد عشان لونه ما يروحش زي الاخضر لا خلينا نجيب الطازه واوريك ازاي تحافظي على اللون. الفكره في الطبخ طريقه الطبخ انت بتطبخيه ازاي بس ايه خلينا الاول ننقي صح. بصي انا بنقي مفيش اي حاجه فيها بني يعني مثلا ديت فيها حته بني شايفه دي ما اجيبهاش اجيب دي خضر اوكي والاخضر يكون كله لون اخضر واحد شايفه ديت اخضر وغامق واخضر فاتح لا انا عايز اكون اخضر زاهي كله لون كله لون واحد يعني امسك فاصوليه واحده بس اتاكد منها وانا بمسكها بصي بسمع صوتها يعني بكسرها بسمع صوتها فيعني شوف هي بتشتري الفاصوليا هي بتسحبهم كلهم بتاخدهم لكن انا لو خدتهم كده كلهم بصي ممكن الاقي ايه فيهم شوفي عامله ازاي في منهم مش في منهم مش كويس وشايفه واحده ثانيه اهي دي من نفس الكبشه هي خدت كبشه بص بتاخد الكبشه وما بتنقيش لكن انا عايز يبقى كل فاصوليا عندي ليها طعم وليها فمش هاخد بدل ما اخد الكبشه مره واحده اخد ايه شويه صغيرين هي ابتدت تبص ببص عليا وبقت تعمل زي اهي شفتي ابتدت تنقي كانت اول مره ابتدت بكبشه كبيره وهي ما بتتكلمش عربي بالمناسبه فعشان كده ابتدت تعمل زي فالاول بقت تكبش وطلعت فاصوليا كتيره ودلوقتي بس احنا عايزين كمية صغيرة الكمية تبقى صح. شفت الطماطم موجودة من كل حتة موجودة من لبنان والمغرب وفرنسا وهولندا من كل البلاد وتونس وكمان من عمان والمحل اللي هو موجود هنا من الامارات. طب انهي بقى طماطم اللي يختارها؟ في الشيري توميتو اللي هي الصغيرة دي ممكن تبقى للسلطة بقطعها واستعملها للسلطة. احطها كاملة. ممكن نستعملها كاملة صح لانها ايه كده كده صغيرة. لكن لو نيجي احنا بقى نقول هنا عايز اختار من دول لو انا عايز حاجه شكلها شيك وشكلها حلو ممكن اجيبها كده اهو وتبقى محطوطه بالعنقود يبقى شايفاها بالعنقود ولسه دي جامده شويه في منها الاخضر يعني مثلا ممكن اجيب طماطم خضراء دي اقطعها واحطها في دي وبيض بقسماط واعملها بالقلايه تستحمل السوى
لكن لو انا عايز دلوقتي اعمل طماطم صلصه يبقى لازم ادور على ايه؟ ايه اللي بيفيدني في العنقود؟ ايه اللي بيقول لي ايه العنقود احسن في ايه؟ ان الطماطمايه نفسها، شايفه انت امسكي الطماطمايه ديت؟ حاسه بايه؟ طريه. طريه، يبقى دي استوت على الشجره نفسها. يعني ما شالوهاش وهي لسه نيه، يعني الخضره دي ممكن تكون واقعه من على الشجره وممكن يكون شايلينها بالعنقود كامل. يعني ممكن تكون متشاله بالعنقود، لكن هي سابوها تستوي على الشجره وبعدين شالوها بالعنقود. فلما تبقى طريه دي تنفع في ايه؟ صلصه. يعني اعمل صلصه طماطم اجيب كميه كبيره. طب افرضي انا جبت طماطم كميه كبيره وما لحقتش استعملها في السلطه. عارفه اسهل حاجه اعمل ايه؟ في كيس واغسلها واحطها في الفريزر. باخدها بعدين تتجمد، اسيبها تفك وبعد كده اروح حاططها في الحله ونعمل صلصه طماطم. لان بيبقى موسم، في موسم للطماطم بتبقى رخيصه فاشتري كميه كبيره. يعني عندك الطماطم بتتفاوت هنا ب2 درهم و90، هنا ب8 درهم و95، يعني 9 درهم، هنا ب19 درهم، 22 درهم، يعني ب39 درهم. وده وديت نوع تاني برضو دي ب45 درهم الكيلو. ده يعني عباره اوكي مكتوب توميتو، بلاك توميتو بالظبط. بس يعني هو حاجات فانسي. لو انت عايزه تجيبي حاجه ب45 درهم شوفي انت، ولا تجيبي حاجه ب2 درهم و90. يعني مميزه ولا الميزه بيبقى في الطعم والشكل، وفي المطاعم بيدفعوكي مبلغ كبير. في بصل هنا؟ لا ده بصي بصل هيبقى غالي، وبعدين حتى نوع يعني الحاجه يعني استخدام خاص. لكن انت تجيبي بصل هاتي السايب، يعني انت في الاخر هاتي البصل السايب. بص عندك اكتر من نوع ازاي؟ تختاري ازاي؟ اوكي بصي، اما بتشوفي الصلصات اللي بتتعمل وبيقولوا عليها شالوتس بتاع ده بيبقى حامي قوي، فبتستخدمي منه كميه بسيطه. فرن ناعم قوي يعني، مش دي صغيره يعني ما استعملهاش كامل؟ لا تستعمليها كامل بس هتفرميها ناعم. أوكي. بس شفتي ده لونه احمر وده لونه احمر، دوت ودوت كمان لونه احمر. لكن الفكره هنا هو يعني اللون دوت شايفه القشر عامله ازاي وشايفه قشر ده عامل ازاي. يعني قشر دوت افضل، قشر دوت دبلانه. ايه الفرق في القشره؟ طب ايه يعني ايه اللي خلى القشر طعم بقى؟ الطعم البصل دوت حلو جدا في السلطه، يعني الاحمر ده حلو في السلطه. ني ممكن اكله ني، وفي الطبيخ ما بين البصل ده والبصل ده، بس انا افضل البصل ده. ليه؟ ليه القشره بتبقى مهمه؟ انت لو خدت القشره دي يعتبر ان البصله كلها يعني القشره بتاعتها ديت 95% ميه و5% بصل. يعني انا لو غليت ده هيطلع لي طعم البصل، يعني كل طعم البصل هنا. فاذا هي رقات، كل رق بتتبخر الميه فيه تبقى قشره وقشره 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 لغايه لما توصلي للبصله نفسها وتبتدي تفتح وهكذا. خلاص، فدوت بالنسبه للبصل. فاذا لو انا هطبخ واعمل صلصه اخد الشالوتس ده، لو اعمل سلطه استعمل البصل ده، لو هطبخ بستعمل ده، واستعمل منه القديم اللي هو لونه بقى اغمق، مش الجديد اللي هو لسه زي كده طري. اللي هو الطعم بيبقى اقوى، الطعم بيبقى اقوى لانه متبخر منه جزء. وكمان اخزنه فين؟ ما احطوش في حته دافيه، في ناس بتحط تحت الحوض، ما احطوش في حته تحت الحوض. يعني هتدمع اكتر بده؟ الموضوع بقى تدمعي ولا ما تدمعيش. عايزه الدمع يبقى طعمها احلى ولا الدمع بتاعتك ما تنزلش؟ فحسب الدمع بقى انت عايزاها ايه. كل حاجه بتتقطع ليها سكينه، بس مش معقول هجيب كل السكاكين. يعني عارفه كل سكينه البصل، سكينه الطماطم، سكينه، يعني مش معقول هيبقى البيت كله سكاكين. وقلنا ان احنا بنستثمر، بنجيب سكينه. احنا كنا قايلين دي ممكن مالتي بيربز. بالظبط، دي ممكن اللي هي ديت المشرشره. مشرشره لا، احنا قلنا اللي هي ديت. انت اما قلتي لي اللي هي بيكون المقاس ده. يعني احنا قلنا في واحده كبيره اللي هي حجمها كبير، اللي هي ده قلت لك ليا انا، دي اسمها شيف نايف، ده انا استعملها. لكن انت ممكن لجميع الاغراض ديت، ودي ممكن تستعمليها، او في واحده اصغر شويه. يعني لما نيجي للتقشير ممكن انا ابدل معاكي اديكي دي. يعني بيبقى في مقاسات بسيطه صغيره بتفرق، حاجه بسيطه. طب بتفرق في حاجه في ايدك لما تمسكيها وتملكيها اكتر. فانت شو اختاري؟ يعني احنا عندنا سكاكين ونختار. لكن دلوقتي خلينا نقطع الطماطم. انا ممكن اخلي لك الاختيارات، ممكن انا استعمل ديت واخد الكبيره ديت لو مش عايزاها. بالنسبه للطماطم، لو انا هجيب طماطم بشوفها الطريه او اذا كانت ناشفه مثلا، ايه هي بتبقى طريه شويه، ممكن استعملها اطبخ بيها. شوف اني واحد عايز اقطعها. طب اول حاجه بشيل الحته ديت اللي هو فيها العنقود، بشيلها
بنشرها ازاي؟ كده اهو، سكينه صغيره كده واعملها كده على اساس اني بس مرميش حاجه، يعني اي حاجه اعملها اما اجي اقطع حلقات اخليها. جربي كده بالسكينه كده، حطي السكينه. امسكها ازاي؟ امسكي السكينه من فوق وحطي كده. اوكي ايوه، بس وخلي بعيد عن ايدك، دوسي جوه شويه. اوكي ماشي، ولفيها يعني اكنك ايوه ولفي. حاسبي بصي، تمسكي بدي كده اهو وبالراحه كده، شايفه؟ بحط الفرش على اي حته ناحيه، على النص يعني، هي على النص، شايفه عامله ازاي؟ طلعت عامله ازاي؟ اوكي يعني تحطي دي كده اهو، يلا ولفي السكينه على مهل. ايوه اوكي، وطلعيها بس خلاص. دي بقى هنيجي نقطعها. تعالي نمسك ايه؟ المشرشره. لو عايزه تقطعيها حلقات اوكي، دي كده اهو. طب انا لو بقطعها يعني دايما لما بقطعها بعصر كل حاجه بره؟ لا ما تتكيش عليها جامد، بالراحه بس بتلمسي. ده ملوش دعوه بالسكينه؟ ما لو السكينه مش حاميه هتعصريها، لكن لو انت زي المنشار كده اهوت ماشي، هيبصي يعني مفيش اي ضغط محطوط عليها. اوكي، وبعدين انت ممكن تقطعيها بقى الناحيه الثانيه وتعمليها كده اهو، لو عايزه تعمليها للسلطه. بالنص بالنص، حسب انت عايزه الحجم قد ايه. خلاص بتحكمي بقى في الحجم اللي انت عايزاه، لو عايزه تقطعيها مره كمان بالنص تقطعيه ربع والربع ثمن وهكذا. طب لو عايزه افصل مثلا الحته دي البذر، يعني انا بحب الحته عشان ما ترموهوش، انت محتاجه تستعملي كل حاجه. لو هنجيب طماطميه ثانيه واحده هنا اهو، اوكي، وبنشيل العنقود، بنشيل نفس الفكره، بشيل العنقود كده اهو. اوكي، وبعدين عايز اخد بس الجزء اللي بره، فانا عندي اختيارين، يا اما بقطعها على اربعه يعني كده واحد اثنين، اوكي، وبعدين باجي هنا اهو من الجنب ده بس، يعني ما بروحش عليها كلها. ممكن تاخدي واحده انت تعمليها هنا، انا هاخد دي واروح هنا بنفس السكينه ولا؟ اه هسيب لك السكينه دي، بس اعمليهم على مرتين، مره ادخل كده البرتقان يعني. خلينا نشوف البرتقان بتعمل ازاي، وريني كده. بصي عشان ما تتعبيش نفسك اعمليها بس الجزء الاولاني الاول، النص ده. ايوه النص بس، اوكي النص الاول خلاص، لفيها واعملي النص الثاني، لفيها واعملي النص الثاني، وخليكي تملي في اتجاه واحد يعني كده وماشيه كده، وبعدين تلفيها وكده وتروحي ماشيه كده. يبقى دلوقتي عندنا ايه؟ عندنا البذر ده احنا مش عايزين نرميه. ممكن استعمل ده في ايه تاني؟ البذر مكرونه صلصه، نعمل صلصه، وده ممكن نقطعه جوليان يعني، دي كده ممكن تقطعيها بقى جوليان كده خلاص. بس اقطعي واحده كمان عشان اتاكد ان احنا عملناها، شيلي بذر واحده. بذرة واحدة ولا؟ ها؟ بذرة واحدة؟ لا لا مش بذرة واحدة، شيلي بذر ربع الطماطماية. خلينا ايه أجهز لك كمان هنا في فلفل. ممكن نتكلم على تقطيع الفلفل في نفس الوقت. نحط هنا طماطم. تمام كده؟ نحط بقى البذر هنا. شيليها هنا. ايدك بعيد عن السكينه. اوكي ايه اللي حصل غلط هنا؟ انت بتعملي دي كده اهو، اوكي، وهنا كده اهو، فهتبقى سهله، انت بتحسي بيها وانت بتعمليها خلاص. نفس ديت انا هعتبرها فلفل، انت تمسكي طماطم وانا هعتبر فلفل. لو انا عايز اقطع فلفل بقطع الفلفلايه من النص خلاص. واول حاجه ما شلش العمود؟ لا بدي هنا اهو، عنقود عنقود نشيله هنا ده كده خلاص. شفتيها ازاي؟ وحاسب بقى انت عايز تستعمليها ايه؟ دي تقطعيها ازاي؟ عايز تعمليها ايه؟ سلطه صغيره، مربعات، مكعبات، شفتوت، شرائح. خد قطعي دي شرائح. بقطعها الاول بالنص ولا زي ما هي كامله؟ من النص اضمن، خليه بس اول تملي، خلي المكان اللي بتشتغلي فيه فاضي. بأي سكينة؟ انت انهي بقى قولي لي، انهي اللي تعرف تقطعي بيها؟ احنا جربنا كذا سكينه اهو، قولي لي انهي واحده تعرف تقطعي بيها.
بعرف الطعم كله. اوكي طب وريني. دي اسهل. اوكي اهم حاجه انت عملتيها دلوقتي عارفه ايه؟ انك انت في ناس بتحاول تقطع من الناحيه دي، عارفه لما تيجي تقطعها من الناحيه دي القشره بتبقى صعبه، اسهل تملي تقطعها من جوه هنا. خلاص قطعي دول انا هقطع التانيين وتعالي نكمل بقيه سلطتك. انت عايزه كنت الموضوع البروكلي دوت اللي قلت لي عليه عايزه اخضر ها؟ عشان اخضر اهم حاجه عندي هنا حاجتين، ميه بجيب هنا على اساس هنبرد فيها البروكلي والثلج اللي انت جبتيه دوت نحطه هنا اهو نفتح الفلوس يبقى دوت هتبقى الميه الساقعه ده حاجه، والحاجه الثانيه هنسلقه يعني هجيب ميه هنا اتاكد ان عشان الميه تغلي بسرعه بغطيها، يعني دلوقتي حطيت الميه وبغطيها. بشوف ساعات بيحطوا فيها ملح ولا هنحط الملح بس الاول بغطيها عشان تغلي. لا قبل ما تغلي ولا ما تفرقش؟ لا ما تفرقش، هو بيقلل درجه الحراره شويه قبل ما نحطها، بس في الحالتين لازم نتاكد نحطها، خصوصا لما نيجي نسلق حاجات خضراء او لو نسلق مكرونه عشان يبقى فيها طعم. والحاجات الخضراء بتخلي اللون اللي هو الصوديوم اللي موجود فيها، ممكن فيها تحط بيكنج صودا ساعات نحط ملح. طب هنا البروكلي ممكن ايه نقطع ديت من النص يعني كده اهو. اوكي بتتقسم لايه؟ هي زهره كده لو بصينا لها كانها ورده، خلاص دي الساق بتاعتها وده الورد نفسه، احنا عايزين الجزء ده يعني ده اللي احنا عايزين نسلقه، في ناس ممكن تشيل الورق ده وفي ناس بتخليه خلاص. فاذا لو قطعت دوت كده يبقى انا عندي فكره تقشير، بنشيل الحته الساق ديت مش عايزينها وبعدين نقشر كده، لو شايفاها كبيره عليكي اقطعي اصغر وقشريها. وبقشرها في ايدي ولا ممكن وهي ثابته؟ خليها شوفي ايه الاسلم لك، ممكن تحطيها كده وتعمليها كده يعني في اكتر من طريقه. خلاص بس خلينا الاول نقطع اللي فوق، سيبك من تقشير اللي تحت دلوقتي، يعني لو خلي التقشير اللي تحت بعدين بس قطعي اللي فوق الاول قبل ما نجهز الحاجه اللي احنا هنسلقه عشان نسلقه الاول. كل ورده لوحدها؟ كل ورده لوحدها، خليهم كلهم اسوء عشان مفيش واحد يستوي قبل التاني. اوكي بعد ما بغلي ديت اهم حاجه بعد ما تغلي مش عايز اغطيها تاني لان ما بسلقش وهي بتتغطي. نحط الملح هنا ونعلي النار عليها ديت، نحط النار. لو انت حاسه ان هم جاهزين حطيهم على طول هنا في يتسلقوا، وحاسبي وانت بتحطيهم ما ترموهمش يعني قربي ايدك من جوه ولما انا تحب. اوكي وتكون كميه الميه كثيره علشان يبقى ملو يفضل لونه زاهي. اوكي ماشي حطي واحده كمان، وانا هقطع هنا فاصوليا جميل، هنا فاصوليا خضراء فاكره ما اخترناها، وانت ممكن تحطي واحدتين بروكلي في الفاصوليا. بصي ليها ناحيتين، ناحيه اللي هي ديت وناحيه اللي هي دي. ده العنقود يعني دي كده بتبقى على الشجره، دي ما بقطعهاش، دي جزء من الثمره نفسها يعني بتكبر كده، دي اللي بقطعها بتتقطع بالايد، ممكن امسكها بايدي كده واشيل خلاص وبقطعها كده. اسهل على نفسي ممكن بجيب كميه كبيره وبقطعهم واخليهم كلهم في اتجاه واحد، يعني كل الاتجاه الناحيه دي، يبقى الناحيه الثانيه اللي هي في ناس ممكن تقطعها بالسكينه وفي ناس ممكن تقطعها بايديها. اوكي فخدي كام واحده هم تجيب لي كام فاصوليا ابتدي قطعيهم بس سويهم كلهم زي ما اتفقنا وقطعيهم. هنا البروكلي ابتدى يغلي شويه، دي هنعملها مع لحمه. انت كنت جبتي لحمه معاكي في الثلاجه؟ اوكي يعني هنعملها مع البصل، احنا قطعنا بصل هنا فوق. خدي بالك ان كل اللي بيرسي على البروكلي ممكن يرسي على الفاصوليا، لو انا عايزه لونها خضراء وزاهيه ممكن اسلقها بنفس الطريقه، يعني اخد الفاصوليا دي واسلقها بنفس الطريقه. فاكره احنا قلنا عشان توفير الوقت بتمسكيهم كلهم في ايدك وتروح عامله كده صح؟ صح. خد شويه كمان اهوت وجربي. يبقى هنا هحمر البصل اللي انت قطعتيه، نحط شويه بصل هنا اهو، نحط معاهم اللحمه، اوكي
اللي هعمله مع الفاصوليا، انا قلت الفاصوليا ممكن احطها زي البروكلي في ميه بتغلي. يعني شايف انت البروكلي دوت، مش انت كنت عايزه تجيب المكمل؟ قول لي احنا ممكن نعمله يفضل اخضر. بمجرد ما بطلعه من هنا اتاكد ان هو استوى. بعرف استوى ازاي؟ من اللون، او ممكن اقطع واحده وامسكها بايدي، وبعدين ممكن احطها هنا في ميه فيها تل عشان احافظ على لونها. ولو حاسس ان انا مش هقدر امسكها وهي سخنه، باخد حته صغيره كده وامسكها. عايز تدوقيها، عايز تاكليها، او تحس بيها كده. بنفس الميه ممكن احط ده؟ لو هنسلقها، لكن خلينا نطبخها دي، ما تقطعيها احسن. خدي انا اقطع شويه هنا، قطعي عليها. برضو لو حبيت يا سارة امسكي ده بايدي؟ هوريكي طريقتين. كده. كده بس ايه، حاولي ان السكينه ما تروحش على اصبعك. فدي جايز تكون صعبه شويه. فلو كانت صعبه شويه حطيهم احسن هنا وقطعيهم كده قضمة. يعني خليكي تملي في القضمة لغايه لما تتضغطي على اللي بعدها. هنا اعلي على الفاصوليا. اوكي. وهنا البروكلي خلاص استوى. تحبي تاكليه ازاي البروكلي؟ بالجبنه. بالجبنه؟ ما باكلوش الا بالجبنه. طب ايه رايك ناكله مسلوق النهارده؟ جربه. جربه. اوكي. خلينا ايه نشوفه اذا كان ممكن اعمل لك شويه هنا اهوت. هو البروكلي بالعربي ولا؟ البروكلي اه ملوش ترجمه. شجره خضراء؟ شجره خضراء لا، هو يعني القرنبيط اللي هو الزهره، على اساس ان هو شكله زي الزهره. ممكن تقولي شجره خضراء، بس ما اعرفش لو في السوبر ماركت هيدولي كده. شويه قاعدين هنا، ممكن جنبيهم شوية سلطة اهم، طماطم، الفلفل اللي انت كنت مقطعاه، شوية من البصل، اوكي، زيت زيتون، يعني طبق سلطة سريع، شوية ملح وفلفل لو عايز. اوكي، انا هعمل هنا بصي اللحمة مع البصل قطعتيه جوليان. ريحته حلوة. ريحته حلوة، نحط عليهم شوية طماطم. بص استعمل نوعين طماطم يا سارة، دي اللي هي القطع، وعشان اديها لون وطعم ممكن حبة معجون صغيرين، حبة صغيرة خلاص. بس دي كان عايز اعملها مرقة، دي بسلقها هنا واحط هنا، عايزة دي بقى تستوي، فساعتها بستعمل الغطا تاني. وفي الحالة ديت لما هتبقى مرقة هي دي اللي هسوي فيها الفاصوليا، يعني باخد الفاصوليا. يبقى انا عندي الاختيار، لو انا عايز اخد الفاصوليا احطها هنا اهو في ميه بتتسلق زي البروكلي، بنعمل نفس الشيء، او هخلي شويه هنا واحطهم على اللحمه على اساس يبقى طبق. ها؟ ايه رايك؟ عايز اكل لحمه. تاكل لحمه؟ خلاص. البطاطا، في البطاطا كاسم يعني بيقولوا عليها بطاطا، دي بطاطا اللي هي البطاطا الحلوه، في منها شايفاها اللون ده، وفي البطاطا اللي هي دي. لكن خلينا نتكلم على البطاطا اللي هي البطاطس اللي هي الناس بتطبخها وبنستعملها في كل حاجه. هنا فاكره البصل بنقول عليه بصل قديم وبصل جديد؟ نفس الشيء. شايفه البطاطا هي مش معنى ان دي لو ادمت هيبقى لونها كده، لكن فعلا البطاطا بتبقى ضرانيه، في ناس بتقول عليها ساق، يعني مزروعه تحت الارض، يعني ديت مزروعه تحت الارض. اول حاجه وانا بجيب البطاطا اتاكد ان ملهاش اي، يعني دي كلها كويسه، بس في ساعات بيطلع لهم بيقولوا ذكر او لا لا، ده في البتنجان، ده في البتنجان. لكن شايفه انا مثلا باجي بطاطا عايز انا اقطعها حلقات، فاحاول اجيبها كلها مقاس واحد، على اساس اما تتقطع حلقات تبقى زي بعضها خلاص. لكن لو هاجي اجيب بطاطا مثلا وهسلقها، مش مهم بقى، وبرده مش هسلقها، هجيب واحده كبيره واحده صغيره واحط الاثنين دول في حله، واحده تستوي والثانيه لسه ما استوتش، يبقى براعي ان كلهم يكونوا مقاس واحد. في للسعر في بيبقوا حاطين لي في كيس، ببص للسعر وبقارن، بقول يا دوبك العبوه ديت ب 19 درهم 95، بشوف فيها قد ايه،
فيها 2.5 كيلو. طيب لو انا بصيت للكيلو نفسه من بلد تانية ب 14.5 يعني ده ب 30 درهم ده ب 20 درهم يبقى اذا ممكن اشتري الارخص وانا بقارن وانا واقف يعني او اجي لحاجه ثانيه ب 3 درهم 75 بس شايفه 3 درهم و75 انا اقف هنا واخد وقتي واجيب كيس ناخد كيس هنا وهاتي كيس كمان وابتدي انقي كل اللي انا عايزه من البطاطا دي 3 درهم 45 يعني ربع وبنقيهم نفس الموضوع كلهم نفس المقاس لا هختار بقى بقول ان انا شويه منهم عايز اعملهم شيبس فبجيب كله مقاس واحد يبقى كل دوت هيكون مقاس واحد خلاص أوكي. شويه تانيين انا عايز اعملهم سلطه فهجيب كله يبقى مقاس صغير على اساس دول هسلقهم يبقى دول بسلقهم في نوع تاني انا عايز اقول هجيبه عشان اسلقه لان كده كده ههرسه ما تفرقش بقى شكله عامل ازاي بجيبهم بالطريقه ديت واخدهم وبعد كده بسلقهم ويتهرسوا ده مثلا يعني ما اجيبهاش ابعد عن ان لو كان فيها اي عضب او اي حاجه لكن اتاكد البطاطا نفسها سليمه وما فيهاش اي حاجه او البطاطس نفسها سليمه ما فيهاش اي حاجه او نفس الشيء بشوف العبوه دي بحسبها هنا بيقول لي ب 10 درهم للقد ايه لل 3 كيلو يعني 3 درهم يعني ارخص من ده كمان يعني هنا سايبه وهنا محطوطه في كيس بشوف اللي انا عايزه واقرر وناخد ناخد من ده وناخد من ده ده احنا عندنا هنا بقى ايه البطاطس اوكي انت علمتني لغايه دلوقتي الطماطم علمتك الطماطم يعني على الصوص اقطع الطماطم ازاي اوكي واقطع البصل ازاي اوكي واغلي البروكلي والفاصوليا ازاي اوكي دلوقتي احنا اشترينا البطاطس الانواع البطاطس احنا اتكلمنا عنها في كارفور دلوقتي يعني لو عايزه اطبخهم كل انواع اي حاجه ولا كل نوع له حاجه معينه هو ممكن او لا بس خليني اقول لك انا هقول لك حاجه وانت تقدري تستعمليها لكل حاجه لو انا هسلق بطاطس لو انا خدت مثلا بطاطسايه زي ما اتكلمنا هناك ان انا بقول لو جبت بطاطسايه زي دي وزي دي بس خدتهم مع بعض تسلقوا دي هتتسوي قبل دي نفس موضوع البروكلي اللي هو كله متقطع صغير بالظبط كله متقطع على نفس المقاس فاذا لما باجي اسلق ممكن استعمل نفس النوع بس نفس المقاس ونفس الشيء لو حطيتها في الفرن خلاص ادي حاجه هقطعها حلقات ممكن اختار نوع زي كده ويبقى كل دوت اقطعه حلقات لو انا هستعملها لنوع معين مثلا وممكن استعملها بالقشر لما تكون بطاطس جديده زي كده اغسلها كويس عندي غسلها كويس واستعملها بالقشر بالفرن ممكن احط حاجه بالفرن كده اهوت برده اختارها تبقى مستويه يعني مثلا ديت كده اهوت اسهل حاجه ان انا اجيب بطاطس زي كده نحطها هنا في ورقه الومنيوم وشويه صغيرين من الزيت وتملي بيفرق الناحيه دي من الناحيه اللي بتلمع يعني انا دلوقتي مش عايزها تعكس الضوء انا شايفه دوت كده دي اللي ما بتلمعش دي اللي بتلمع بخلي بتلمع جوه عشان ما تعكس عايزه تمتص كده زي المرايه وبس بعمل فتحه صغيره كده بالسكينه عشان البخار بس يطلع وبقفلها جامد اوكي ديت نحطهم بس يا دوبك طب لو هعمل مثلا ماش بوتيتوز عايزه اهرسه ممكن باي نوع خلينا نحط برضه واحده عملناها بملح واحده من غير ملح ونجرب ماش بوتيتو عارفه كل دول ينفعوا ماش بوتيتو بس احاول ان انا اسلقها كلها الاول خلينا ناخد واحدتين من النوع ساعتها مش لازم يكونوا مستويين يعني دول مش لازم يكونوا متساويين يعني ديت شكلها كده 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 انا ههرسها فانا خليت المتساوى عشان مقطعهم يبقى حلقات زي بعض حطهم هنا اهو نسلقها مش هتستنى المايه تغلي لا هنا المايه بقى في الحاجات ديت اللي هي مثلا زي البطاطس والبطاطا والحاجات بخلي المايه بارده واسيبها تبتدي تغلي فيها وما غطاهاش يعني اهم حاجه ما احطش غطا بشيل الغطا وممكن ديت نحط عليها برده ايه شويه ولو غطيتها ايه اللي هيحصل انا عايزها تتبخر وتغلي يعني مش عايزها تفضل تغلي يعني عارف البخار يطلع واشوف هي بتحصل فيها ايه لو غطيتها كدهوت مش هعرف ايه اللي بيحصل جوه ولو غطيتها في نص الغطا ممكن لو لسرعه الوقت كده يبقى لا انت زعلانه ولا انا زعلان كده ايه انت حته وانا حته اوكي خلاص انت ممكن تعملي في دي بقى قطعيها حلقات ونعمل نوع بطاطس من دول وانا هحط دول في الفرن اوكي دي ممكن نوع اللي هي اسمها بوتيتو اند دي طب
لما باجي للحتة اللي في الآخر دي بقى بمسكها ازاي؟ اوكي دي بتقطعي كده كده اهو كده، واخر واحدة بتحط ايدك كده وتروح عاملاها كده اوكي، واستعمليهم كلهم يعني انت ترصيهم هنا تحطيهم هنا في قلب الصينية. ممكن اقطع واحدة كمان، نعمل واحدة كمان ونسيب هنا دي تتسلق. وخلي تملي يا سارة ايدك يعني ضوافرك تحمي ايدك، يعني ما تمسكيش دي كده، ضوافرك بتحمي. وزي ما قلت لك تملي دوري على حتة ثابتة، حتى لو عايزة تثبتيها في الأول وأنت لسه بتتعلمي اعملي قاعدة، اعمليها قاعدة. اوكي اتفضلي. نص بطاطس. اعملي واحدة كمان، اعملي نص كده. تمام كده، بس حطيهم بقى هنا. ديت ممكن نحط عليهم شوية كريمة. شوية صغيرين هنا من الكريمة. ممكن نحط شوية فلفل، ممكن تبشري شوية جبنة صغيرة. لا جبنة. لو مش هحط ملح ممكن تبشري شوية جبنة. اوكي. شوية كريمة كمان هنا. ممكن احط شوية جبنة كمان؟ انت حط. انا احط؟ ماشي. انا احطها في الفرن، اوكي؟ يبقى نسوي دول في الفرن مع الايد. ودي البطاطس مش مغلية ولا حاجة؟ لا، بس حط زي ما هي. يبقى عندك البطاطس اللي هي البيكد ديت، ممكن تاخد 20 دقيقة 30 دقيقة 40 دقيقة حسب حجمها. بس احنا حطينا البطاطس الآن اللي هي كان فيها الكريمة معاها، تالي الاثنين يكونوا تقريبا استووا دلوقتي. طب وعرف ازاي نستووا قبل ما هو طبعا مع الوقت مع الخبرة هتعرفي، لكن نطلعها ونشوفها يعني مش هيجرى حاجة. لو عايز ادخلها تاني الفرن يعني ما اطلعها واجيبها هنا، يعني ممكن اجيب اخد معلقة واطلع حتة وادوق لو حبيت. انت ممكن تجيبي لي طبق، نجيب البيج بوتيتو، ادي طبق كبير اطلع البيج بوتيتو هنا. اوكي دي نفس الشيء، انا ممكن لو اضغط عليها يعني تملي ما بلفها بخلي ديت يعني شايفه احنا لفينها بنخلي دي لفوق علشان لو فيها زيت ولا حاجه ما ينزلش، وبخلي حته الالومنيوم من تحت يعني اللفه من تحت دي كده. هاتي نحط هاتي نزوقها نحط لها هنا شوية حاجات. نزوقها بالألومنيوم؟ اه ممكن بورق الألومنيوم لو عايزة تخليها وعايزة تشيليها. نشيل سكينة اهو. عندك اختيارين يعني باجي كده اهو وبفتحها، بس بكون حريصة جدا لأن دي بتبقى سخنة أوي. وبعدين بضغط عليها بإيدي. شوفي بضغط عليها كده اهو. سخنة، ممكن أخلي الألومنيوم أحافظ عليها. البروكلي ممكن ترصيه فيها لو عايزها في واحدة. في الثانيه لو عايز ممكن احط حته الزبده، خلينا احط دي الزبده هنا. يبقى دي تحط الزبده. اوكي. حطي كمان بروكلي، حطي البروكلي ده. احنا عندنا كمان اللي هي المهروسه دي. هاتي لي المصفى، هاتي المصفى نهرس كم واحده دلوقتي. دي ما تكفيش. هاتي المصفى. اي مصفى؟ لا دي هو دي، احنا مش هنصفي. لا ديت لما بتحطي حاجه بتسلقيها بتصفي فيها. ايوه دي بنصفي فيها. دي اسمها مصفى برضه؟ دي اسمها مصفى برضه. شوفي المسلوق هنا اهوت، مهم جدا بقى ان نتاكد. انت بتسالي على موضوع ان هو مستوي. استني لا اوريكي حاجه قبل ما تحطي المصفى. بمسك البطاطسايه وبحط السكينه فيها. السكينه بتدخل وبتخرج. شايفها؟ مش بعمل كده في الكيك برضه؟ بس لا خلينا في الكيك حاجه ثانيه، خلينا في السكينه. انت مش بتمسكي السكينه في الكيكه، الكيكه تحطي سكينه خشب صغير. لو بتحطيها كده اتاكدي انها مستويه من اول فوق لغايه تحت. ممكن استعملها بقشر. اوكي عندنا طريقتين. طريقه احنا ممكن نجيب اللي هو زي المهراس كده بهرس بيه، والقشر لسه سخنه.
حلوه دي بقى اللي هي ايه ده كده اسمها ايه ماش بوتيتو بالظبط. خلينا نقطع لك الثانيه ديت وحط المصفى اهو وبحطها هنا وقبل ما تهرسي بتروح مقطعاها حتت صغيره على اساس تصفي. ايوه كده انا اديتك الشغلانه الصعبه. لف لف ماشي لف لف افضلي لف. بتعملها انت؟ لا لا اعملي انت عشان عندك عضلات. لف كويس اما تلاقيها شبكت معاكي بترجعي بالظبط كده. ممكن في الحاله دي القشر يقفلها شويه خلاص. ولو في الاخر برضو عايزين نعمل نفس الشيء اختصارا للوقت ممكن القشر يفضل على جنب وبعدين باخد بس البطاطس خلاص. اهرسي دول ده كل انواع المشط. اه دي كده المشط. دي ممكن تحط عليها ايه شويه هنا من الجبنه شويه جبنه صغيرين. اوكي تحط عليها ايه تاني؟ كريمه ممكن حته زبده. قبل ما احط الكريمه احط الزبده اللي هي الحاجات اللي تسيح وهي لسه سخنه. حتتين زبده شويه كريمه لسه ما سحتش. لا هتسيح قلبيها كويس. ساحت حط عليها بطاطس شويه ملح قلبي شويه فلفل. تحب ايه تاني؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ اي حاجه؟ ايه رايك في شبت؟ شويه شبت بس بالمقص ممكن بدل السكينه كان ممكن تعملي كده بس مش هتعملي بالطماطم الحاجات دي. خلينا نجيب لها طبق. اوكي كله تمام؟ نغرف شويه هنا اول ما نغرف لك الفاصوليا باللحمه اللي انت عايزها. هناكل بطاطس بحطه ده على اساس يبقى بريزنتبل. ازاي بقى؟ ممكن بعد ما تحطيها كده اهو تزينيها يعني نشيل الحته دي هنا. اخر حاجه ممكن شويه من الجبنه يعني نرشها كده شويه جبنه شويه من الاعشاب النص. اوكي ايه رايك كده كويسه ولا تمام؟ تمام طيب ايه رايك بقى في هذا الفاصوليا باللحمه؟ ممكن تطلعي طب شوك من عندك. عندك شويه شوك. اوكي ايه رايك بقى في ايه في الحاجات اللي عملتيها النهارده؟ يبقى البطاطس ايه بقى في ميه ايه؟ ساقعه ميه بارده. اوكي والبروكلي والفاصوليا سخنة وبعدين احطها في ميه بتلج. كل حلقة حاجات جديدة. لو انتوا حابين تبعتوا لنا انتوا عايزين تعرفوا ايه؟ شفتوا البطاطس بتتسلق ازاي؟ بتطبخ ازاي؟ البروكلي، الفاصوليا. ولو عندكم انتوا حاجات تانية حابين تعرفوها ابعتوا لنا كل التفاصيل على كل اذا كان تويتر انستجرام. هنبعت لكم صور انتوا بعتوا لنا صور لحاجات انتوا عايزين نطبخها لكم او كمان على الفيسبوك وعلى الويب سايت. اتصلوا بينا او ابعتوا لنا وان شاء الله في حلقتنا الجايه نغطي كل حاجه لكل الفصول مش بس لسنه اولى مطبخ لكل السنوات. Thank you.